السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد المملحات بالجبن. غنديروهم بواحد العجين اللي كيجي بحال العجين المورق بطريقة بسيطة وكيوجد بسرعة. كنتمنى إن شاء الله لوصفتنا الإعجاب ديالكم وتجربوها لأنها سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة. إذن بسم الله، أول حاجة غنبداو بها هي العجين. غنحتاجو ليه 350 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات بطبيعة الحال. غنزيد عليه واحد شوية ديال الملحة. إذن بالنسبة للملحة كتبقى على حسب الذوق، ومن الأحسن نقللوها لأن الجبن اللي غادي نديرو في هاد الوصفة هادي كيكون مالح. اذا غنزيد على هذا الدقيق هذا واحد نصف ملعقه ديال الخميره الكيماويه او خميره الحلويات. غنحتاج كذلك 125 غرام ديال المارغرين. اذا بالنسبه لهذا المارغرين هذه ممكن تقطعوها طريفات صغار يعني وتلبسوها بداك الطحين مزيان، او لا تاخذوا الحكاكه ديال مطيشه الغليظه يعني كتوفر الوقت وكتجي عمليه اكثر. اذا كندوزها في الطحين وكنحكها مزيان بهاد الحكاكه هذه حتى كنكمل ديك الكميه ديال المارغرين اللي عندي. اذا غادي نلبس ديك الزبده بداك الطحين كامل وغنبقى نحركها غير بالاصابع حتى كنحصل على واحد الدقيق اللي كيكون مرمل. اذا كيجي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، وغادي نجمع هاد العجينه ديالي بالماء اللي كيكون بارد. اذا هنا تقريبا خديت ربع كاس ديال الماء. غادي نحاول نجمع العجينه ديالي، اذا ما خصهاش تكون رطبه بزاف يعني كنزيد الماء شويه بشويه، المهم غير القياس اللي كيجمع لي ديك العجينه. اذا هنا غنزيد واحد الرشيشه ديال الماء باش تجمع لي العجينه. اذا ما كندلكها ما والو يعني كنجمع هاد الكره ديال العجينه وغنديرها في واحد البلاستيك غذائي ونخليها تقريبا غير واحد ربع ساعه ولا نص ساعه باش نقدر نسرحها. اذا بعد ما ارتاحت العجينه ديالي غادي نرشو سطح العمل بالطحين وغادي نطلقوها مزيان يعني غنرققوها مزيان وغنطويوها على ربعة وردوها في البلاستيك الغذائي ترتاح عاوتاني واحد ربع ساعة باش زينة سهلة باش نشكلوها. اذا ممكن طويوها حتى جوج ديال المرات، انا اكتفيت بالطي ديالها مرة واحدة. اذا بعد ما ارتاحت العجينه ديالي غادي نسرحها بنفس الطريقه، غنسرحها مزيان يعني تجيني رقيقه. اذا بالنسبه لهاد الكميه هذه غنصايب منها جوج ديال الاشكال اولا جوج ديال الحشوات. اذا بعد ما حصلت على هاد مربع كبير غادي نقطعو على جوج. اذا بالنسبه للحشوه الاولى غادي نستعمل فيها الجبن يعني اي نوع ديال الجبن القابل للدهن، ممكن ديروا المثلثات ولا المربعات. انا خديت علبه ديال الجبن اللي كتكون مالحه. اذا غنزيد عليها واحد المعلقه ديال الهريسه. وغادي نخلط مزيان هاد العناصر هادي.
اذا غادي ندهن القطعه الاولى ديال العجينه بهذا الخليط هذا مزيان. وغنلويها بحال الشكل اللي كنديرو في الشنيك. اذا غناخذ واحد الموس اللي كيكون ماضي مزيان وغنقطع قطع اللي كتكون صغيره. اذا بالنسبه للتقطيع من الاحسن تقطعوهم تقريبا فيهم واحد 3 سنتيمتر باش ما كيجيوش غلاط بزاف. اذا بالنسبه لي هنايا الفران سخنته على 180 درجه. اذا غادي نستف هذا القطع في الصينيه اللي غندخل الفران. وغندخلهم الفرن تقريبا واحد ربع ساعه كيكونوا واجدين. اذا بالنسبه للحشوه الثانيه غنحتاج كذلك الجبن القابل للدهن. هنايا استعملت معلقه من الجبن ديال العلب ما بقاش عندي وزدت واحد جوج مثلثات. اذا زدت عليهم شويه ديال الزعتر وشويه ديال زيت الزيتون وغندهن بنفس الطريقه ونلوي العجينه بنفس الطريقه اللي درنا مع القطعه الاولى ونقطعهم ونديرهم حتى هما في الفران باش كيطيبوا. ونخليكم مع تتمه ديال الفيديو. اذا المملحات ديالي ولا هاد الشنيك الملحين بعد ما طابوا كيجيو بهذا المنظر هذا. انا اختاريت نزينهم بهذا الشكل هذا. اذا غادي نزينهم بالجبن. اذا كنديروهم في طبق التقديم. اذا خديت هنايا تقريبا واحد العلبه صغيره ديال الجبن غنزيد عليه معلقه صغيره تقريبا ديال بودره الثوم وكنزيد واحد العصير ديال نص حامضه وكنحرك مزيان هاد الجبن هذا حتى كنحصل على واحد المزيج اللي كيكون بحال كريمه. اذا درته في هاد لابوش هادي وزينت به ديك القطع من الفوق وزينت بالخضر. يعني قطعت شويه ديال الفلفله حمراء شويه ديال الفلفله صفراء اللوبيا اللي كانت عندي مسلوقه الجزر وزينت كذلك بالوريقات ديال المعدنوس. اذا كيبقى لكم الاختيار دائما في التزيين وعلى حساب اللي متوفر عندكم. اذا بالنسبه للشكل الثاني اللي درنا فيه الجبن بالزعتر كيجي بهذا المنظر هذا. اذا درته حتى هو في الوسط كنبقى لي شويه ديال الجبن زينته من الفوق ورشيت عليه شويه ديال حبه البركه اولا الشانوج. اذا المملحات ديالنا كيجيو رائعين المنظر ديالهم راقي والمذاق رائع. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالتعاليق ديالكم. وإلا كنتو أول مرة كتزوروا القناة ديالي كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. وما بقى لي إلا نودعكم ونقول